مشاهدينا مع الخبير التكنولوجي أنطوان طنوس، لقاء بجمعنا هلا كمان عبر سكايب اكيد. والكوفيد 19 يلي بالرغم من قديش يمكن بطلنا عم نفكر فيه وقديش بطلنا عم نحكي عنه وقديش بطلنا عم نعتل همه، بس ترجمت هيدي ترجم هذا الاستلشاء يمكن بالارقام يلي عم تزيد يوم بعد يوم. ولكن يمكن الانفجار بأربعة اب غطى على كل شيء وخلينا ننسى، ولكن لقاءاتنا رح تستمر بكل هيدي الفترة عبر سكايب أكيد لنكون عم نحافظ على التباعد الاجتماعي. وكمان موضوعنا اليوم مع أنطوان طنوس الخبير التكنولوجي حيكون عم براجعنا شوي على مصيبة ما قبل انفجار أربعة أب. صباح الخير أنطوان. صباح النور مايك، أهلا وسهلا فيك. رغم أنه نحن عبر سكايب سعيدين دايما باستضافتك، واهلا وسهلا فيك دائما عبر شاشه الاو تي في ببرنامج يوم جديد. بتشكرك، اكيد بشرفني، يعني انا يعني اعتبر من العائله، ولكن اسمحي لي ماي انه اولا انه انا غبت عن الاعلام مؤخرا من موضوع الانفجار الاليم اللي صار، يعني انا بعزي كل الضحايا والمفقودين، واكثر من هيك كمان فيني اقول الله يرحم الجميع على انه يصير لبنان يلي نحن بدنا يا رب. أنطوان، لنرجع لموضوع الكوفيد 19 يلي كمان يمكن كثير من الاشخاص ترجموا الارقام القياسيه يلي فجأة عليت عنا بلبنان بهيدا الانفجار يلي صار، وانه العالم ما عادت سألانه ونسيت الكوفيد 19 وصارت ما عم تحافظ يمكن على التباعد الاجتماعي، عملت كونتاكت اكثر مع اشخاص اكيد بحاله الطوارئ ما بنعود يمكن نفكر، وترجمت هيدي الشغله بالارقام يلي طلعت. رح نحكي اليوم عن الماسك الذكي، سمارت ماسك، الكمامه الذكيه. صح صحيح، هو الشيء اسمه سي ماسك من شركة دونت اليابانية، يلي هي من عبرها بيعطيكي انذارات للتباعد الاجتماعي حسب المسافات، بنفس الوقت بقدر اعمل فيها كولز او يعني اشياء ذكية اخرى من خلالها. هلا هل المنتج هيدا رح يكون موجود بأيلول؟ وبرايي الشخصي حيساعد كثير الناس انه تحافظ على التباعد، لانه اذا حتى بنشوف ناس حاطين ماسكات ولكن كثير قراب عن حدهم او بدقوا فيه طول الوقت، لانه الدقه التثبيت هي اضر من انه نلبس ماسك، يعني خلص بنفكر حالنا انه خلص محميين نحن بنكون. صحيح 100%، الاكثر من هيك كمان الناس بتشيل الماسك وبتعمله عده مرات. هلا في منهم طبعا ريوزبل، ولكن هذا النوع من الماسك لازم يكون يستخدم مره واحده وهي هي. هلا بهالماسكات هدول بيكون ريوزبل او ريوزبل عفوا، وبنفس الوقت كمان بيكون عندهم فلتريشن او فلترز اللي هو بيتغيروا من جوا. هلا في معظم الناس بيعرفوا الـ N95، في عندك الـ R95، K95. الـ R95 جدا مهمه على اساس انه يغير الفلتريشن. باعتقادي الشخصي هذا الماسك انا ما جربته بعد، حيكون عنده من الـ R95 نوع من الفلتريشن حتى نغير الفلترز اللي جواته ونستخدمه بيومياتنا، حتى اكثر شيء بالسفر. عم نشوف المقتطفات، رح نحكي عن السفر كمان، عم نشوف هون مقتطفات شوي بتفسر عن الماسك. في سنسور يعني بخليك تنتبه انه في شخص عم بقرب عليك. 100% اكيد حيكون في سنسرز ونوع من السمارت ابلكيشن اللي بيعطينا هالصفات كلها سوا، وبتكون كمان كونكتد تو اور فونز او موبايل فونز عبر طبعا الابلكيشن اللي نحن رح نحطها عبر التليفون حتى يعطينا هالتفاصيل من عبر الماسك، لانه هو اصلا اسمه سمارت ماسك او سموه هن سي ماسك، اللي حيكون موجود مثل ما قلنا بايلول ليشتو. هلا السنسرز بتلعب دور كثير كثير مهم، ولكن برايي الشخصي الاهم هو من عبر انه ما نشيل هالماسك هيدا،
مش بس انه نحن يعني بس نتاكد من التباعد الاجتماعي او هالميترز اللي عم نحكي عنها، مهم جدا انه نقدر نعمل في شيء من خلال ماسك محطوط لده يضل هالفلتريشن معنا ماشي حاله. هلا اسمحي لي مره جديده ماي اليوم انه نقول للشعب اللبناني، نحن الشعب اللبناني مع احترامي ومحبتي الكبيره لان انا لبناني وفخور لبناني، محبتي كبيره للشعب اللبناني، عنده استفسار مكيف. يعني بسمع هيدا الشخص اللي حد قاعد بيقول انه ما في شيء اسمه كورونا، حدا بيقول شخص ثاني انه لا مشي الحال بلا ماسك اكثر شيء نمرض مثل جريب ومشي الحال. لا هدول قصص، اذا انا ما صار لي شيء يمكن امي صار لها شيء لا سمح الله، اختي 100%. يعني مثل لو نحن مش مصدقين بدنا نحترم الاخر اللي مصدق، يعني اذا نحن مش مقتنعين بدنا نحط ماسك احتراما للاشخاص المصدقه بكل بساطه، هالقد حجم القصه 100%. ولكن اللي عم شوفه اكثر لازم نقول مثل القصص مثل ما هي، لانه هون الاعلام بيلعب دور جدا يعني بتوعيه مهم. سيجاره الارجيلي لا لا يا جماعه ما بصير، يعني حتى وحدا بيقول لك انه انت حاطط ماسك ماشي الحال، اذا انا حتى بعيد عنه يعني هدول البارتيكلز. اكتشف مؤخرا انه الكورونا او الكوفيد 19 بينتقل عبر البولوشن، يعني لهالسبب السبب الرئيسي كان بلندن او بنيويورك انتقال هالفيروس السريع هو من خلال البولوشن. ناس اول ما يعني اول ما بلشت القصه يشوفوني حاطط الماسك حتى انا وبسيارتي او ما كنت موجود على الطرقات، ومنهم اهلي يعني يقولوا لي انطوان انت مجنون او شو القصه، خلص ما في حدا، انت لحالك بالسياره صحيح، ولكن البولوشن بتعرفي بس تكون ماشيين بالسياره في بولوشن كثير كبير على الطرقات هو اللي بيسبب كمان اوقات لانتقال الكوفيد 19، وهذا اثبتته الدراسات يعني مش شغله من عندي، ولكن انا كنت ضارب لحساب عبر الداست او الماتيريالز اللي موجوده. هلا في انواع من الفلترز الى فلتريشن معين للبكتيريا او الفيروسز اللي هي بتفلترها بالبيت او بالطائره او 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 الى اخره، لازم ناخذها بعين الاعتبار لانه مش بس حطينا شغله ومشي الحال، اوقات هل 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 هالمشاكل هيدي ما بننتبه لها وبنصاب بهالمرض، لانه هيدا نوع من الاستفسار العلمي يلي كمان لازم يكون في توعيه. ونحن من اول ناس قبل ما يجي كورونا او كوفيد 19 ومن سنين ومن عبر برنامجكم كمان كنا نحكي عن خطوره هالنوع من الفيروسز اللي حتنتشر بالمستقبل، لناخذ احتياطاتنا، يكون عندنا هيئه الى اخره من نعم. ونحن كنا بلبنان من المراتب الاول اول شغله، طبعا صار في ظروف مش بايدنا وصلنا لمراتب يعني متقدمه، ولكن هلا على همه العالم، اهم شيء الناس اللي عم تشاهدنا هلا لا ما تستهتروا، الماسك طول الوقت على الطريق حتى لو اشخاص بعيده عنكم، احموا غيركم قبل ما نحمي حالنا، هيدي قصه الانانيه صارت، ومشكله الانانيه عنا اياها بكل نظام اللبناني على الطرقات على من يربي النفايات الى اخره. يعني حتى انا طلعت شوي من التكنولوجي اليوم، ولكن حابب انه يكون في توعيه خاصه للناس لانه عم نشهد عليها. النظام التثقيفي او العلمي بتطبيقه يجب ان يتغير، ما فينا نضلنا مكملين هيك، وهيدي بتفوت بثقافه الشعوب، يعني ثقافه شعوبنا او شعبنا استهتار، ما فينا نكمل هيك، يعني ما تخزوني اكيد انا من هالشعب بقول بافتخر، وبعد بلبنان هالشغله مهمه جدا انه كمان شدد عليها، عم شوف هجره 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 كيف ما بقعد مع يلا حدا، لازم شو نكون بوزيتيف، وما انت بتعرفينا انا وياك على طول بوزيتيف بهالموضوع، وحنكمل بوزيتيف لنبني لبنان الافضل. لكن مؤخرا عم شوف حتى البوزيتيف بيبول صايرين نيجاتيف لمستوى معين. على كل حال هذا كان موضوع السي ماسك، الناس فيها تشوفه اونلاين، وبسبتمبر حيكون موجود بالموضوع، بسبتمبر حيكون موجود بلبنان او بالعالم؟ لا لا بالاسواق طبعا، هلا بلبنان ما بعرف قديش رح تكون افيلابيلتي، ولهلا مع الاونلاين كل شيء عم بيصير بكبسه زر موجود عندنا، يعني فور نزوله على السوق او الاسواق العالميه. يعني حتى بلبنان بالتكنولوجيز على طول بكون اشياء موجوده بوقتها، ما بعرف هلا بهالفتره. منيح انه سباقين بشغله بشغله
لبنانيه بالشكل. لا لا، في كثير قصص بدنا ننتبه على المواضيع هيدي، مش اكثر ولا اقل. هلا لنروح بموضوع الثاني، هو موضوع السفر. في دور عم بيصير فيه عند العالم، في تكنولوجيز عديده عم تكون موجوده بالمطارات، وخصوصا المطارات الكبرى بالعالم، على انه تحمينا، وبكون اوقات صدقيني اقل من عادي بالسفر على عادي على الطريق او ببيوتنا، لاسباب يعني عديده. اول منها السنسرز اللي موجوده بالمطارات، واهم شغله التسليم اللي عم ينعمل بالروحه وبالمنزل، مش بكل البلدان طبعا، ولكن الفلترز اللي عم تكون موجوده على الطائرات ومن خلال الماسكات او شو لازم نعمل لعيوننا، هلا حنحكي عنهم هدول. طبعا مش مجال تخطيطي، ولكن بيفوتوا بموضوع التكنولوجي حتى كمان وعي العالم. هلا اهم شغله بالسفر الـ N95 او الـ R95 مثل ما قلنا، يكون على الوجه، ومن فوقه كمان ميديكال ماسك من فوقه. هيقول الناس رح نغطس، ما عليه تحملوا شوي احسن ما تنصابوا بالمرض. واللي اهم كمان هو يعني مثل جلاسز، نظارات للعيون بتغطيها كلها مثل الجوجلز اللي بنحطها للبحر. في وحده منها ميديكلز وكثير رخاص، بنحطهم على عيوننا ما بنشيلهم طبعا، حتى ننتهي من سفرتنا ونعقم حالنا الى اخره. هلا من ضمن الطياره في هيبا اير فلتريشن، اللي هو كمان فينا نشتريهم، مش بس انه موجوده على عبر عرض الطائرات، في هالفلتريشن نشتريهم اونلاين كمان او عبر المحلات، حتى يكون في نوع عندنا من الهاي افشنسي بارتيكليت اير بسموها، حتى الرطوبه بتشوف لاي درجه بتنظفها، البكتيريا، المولدز، هالقصص كلها سوا من عبر هالفلتريشن هذا. فصار عندنا تقريبا تريبل فلتريشن نحن ومسافرين بالطياره، وفي تباعد كمان بالطياره. هلا دراسات كلها من يوروب، من يو اس اي، برهنت انه هن فاكرين انه في خطوره كثير كبيره بالسفر، طلعت نسبتها قليله جدا. يعني اجمالا عم بيكون تقريبا في عم بقول 70 شخص مسافر بالطياره، اذا صار في اصابات خمسه، بين خمسه والسبعه، الباقي يعني ما عم بيكون مصاب او ما عم بيصاب ابدا. يعني بناخذ الاحتياطات وبنسافر بشكل سليم. شكرا كثير لحضورك معنا انطوان تانوس، الخبير التكنولوجي، على امل لقاءات اخرى كمان. اهلا وسهلا فيك دائما. بننتقل مع جورج عائل زميلنا باسم الاخبار وموجز اخبار الساعه 11.